بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجعون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها المشفق من الرؤيه جماله صلى الله السلام.
Oh,
Thank you.
الخلق من فرد ونفر صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا Thank you.
السامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة. ولاعد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتراحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم والعيون متشوقة إلى بروز، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل قاعدة لقريش متقدمة فيه العبارة، معلمة بكمال الإشارة، وما من هرم هملت تلك العام إلا قد بأمرها بأولى من بركة وسعادتها للإمام صلى الله عليه وسلم. ولم أزل الأرض السماوات رطبا لهذا البتر الفرح، بغلاق تشرق البريات وكنوز من عالم الخفاء إلى عالم الزهور، بعد تنقله بالبطن والزهور فأزر الله بوجود بهر التقرير، وبسطت العالم الكبير نهر بالتشريق والتعظيم ببروجها للبشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم السماوات والأرض رغم مطيهن بالتوحيد، وأمطار برد الإله على أهل الردود تفيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والقدرة تنشطت بنعها هذا المسكور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم داميا في عمل الزهور. نورا فاق والنور اللهم حضر المكان الله عليه النعمة من خواص الأمة، قد يأمر عند ودعه أمه خميسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها بهذا السباق المنصوص. حضرت بطاقة الله السيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الغور العيون من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، وأتى الوقت الذي رتب الله له
Oh,
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف.